يسعد مساكن. هيدا هو برنامج ستوديو كليب بيطلع عليكم وبحلقته الأولى لحتى يقدم لكم الكثير من الأشياء اللي أنتم بتحبوها من خلال العالم الفني والعالم الغنائي العربي. سيدي وكليب، كليبات، أغنيات، أخبار فنية وأحداث كثيرة رح نخبركم إياها من خلال مشوارنا ضمن سيدي وكليب. كل يوم سبت بيطلع عليكم هالبرنامج واكيد بتمام الساعه 11 المساء لحتى نتواصل ونتعرف على كل شيء جديد من خلال هالبرنامج. ومع بدايه العام الجديد اكيد في حصيله للاعمال اللي بتستحق انه نتوقف عندها واللي كانت مميزه بالعام 2010 من البومات تميزت وحصلت على اكبر نسبه مبيعات بالعالم العربي، رح نتعرف عليهم اليوم. وكمان بالحلقة الأولى من برنامجنا رح بتكون استثنائية من خلال الضيف ومن خلال المضمون، ولكن بالبداية خلينا نتوقف نحن وياكم مع محطة غنائية حلوة كتير حبيتوها بالعام 2010 وتميز فيها الفنان الأولى سعادي نخلي واللي بتحمل عنوان القلب الحنون. وتدلل على قلبي اليوم وعلى مهلك في أمن النوم، اي والله بيطلع عليك يوم على مهلك في امن النوم، جوع قبلك انا بوعيكي وبايدي القهوه بسقيكي ومطرح ما قلبك بيكون بضحك لي الدنيا وبتقول يسلم لي انا يسلم لي يسلم لي انا يسلم لي يسلم لي القلب بعد الرومانسية وهالأغنية الحلوة اللي سمعناها نحن وياكم بنبتدي لقائنا ومشوارنا ضمن سيدي وكليب
ومع ضيفنا اللي أكيد هو ناقد فني وصحافي بجريدة الخليج. على مدار العام كتب كثير من المواضيع، كتب كثير عن فنانين، كتب كثير عن نجوم، وأكيد تابعهم مع مسيرتهم، مع نجاحاتهم، مع المشاكل ومع كل الأشياء اللي مرقوا فيها خلال هيدا العام ورح يمرقوا فيها خلال الأيام اللي جاية. إن شاء الله يا رب ما بيكتب غير النجاح وغير التفاهم بين النجوم، وما يكون في عندهم إلا المشاكل، وهي المشاكل الإيجابية ومنلغي السلبية منها. أستاذ محمد هجرس، أهلا وسهلا فيك والله يسعد مساك. شرفتنا. أستاذ محمد، قديش صعوبة أنه نقدر نعبي صفحات يومية بجريدة يومية عن فن، عن مواضيع فنية، قديش عم بتلاقوا صعوبة بهالشي هيدا؟ يا صعوبة يعني بتتواجد في الفنان نفسه، إن الفنان له طبيعته الخاصة وله طقوسه الخاصة، مش مجرد إن أنا بتصل بيه إن هو بيلبي طلبي على طول. لا، ده في مشاكل أخرى، إن هو يقول لك طب بعدين هتصل بيه، بتفاجئ ان هو ما بتصلش بيك بالاسبوع. نعم. وانت بتبقى في حيره، وخصوصا ان في ان 2010 كان في مشاكل فنيه كثيره وانطرحت فيه البومات كثيره، وخاصه يعني حسين الجسمي. يعني كان عندكم مواضيع يوميه تكتبوا فيها. نعم. عن المشاكل. أيوة أيوة. بتحب تكتب مشاكل؟ احيانا بتحب أحياناً. تكتب مشاكل احيانا، خصوصا في الفن. ضغطك بناء بيكون ولا بعض الاوقات بيكون لازع؟ احيانا في بعض الاوقات، مش على طول. مش على طول، بس الصحافة الفنية لها طبيعة خاصة. نعم. لأن هي بتتوقف على الحدث وبتتوقف على الفنان اللي هو بيكون في قلب الحدث ده. وبعدين أنت مش مجرد أن أنت بتشوف حدث أن أنت بتقدر تكتب عنه، لا، ده لابد أن أنت بتتصل بالأطراف. يعني المشكلة بتاعت أليسا وهيفاء وهبي وتصالحهم في الفترة الأخيرة، في على فكرة يعني أنا عايز أقول لك إن الجمهور مش مقتنع بالمسألة دي، وإن دي مسألة إعلامية فقط. بتكون دي مسألة إعلامية يعني فقط، رغم إن هيفاء وهبي قالت أنا عايز أأكد إن اللبنانيات بيحبوا بعض وقامت، يعني مسائل، لكن المشاهد يعني المشاهد نفسه مش مقتنع بالمسألة دي. بس انه اعترفوا اثنيناتهم بهذا الموضوع بالمشاكل وصارت هو السوابق بتاعتهم مع بعض بتاكد ان ده مش صلح. ده قدام الكاميرات بس. يعني قديش شو المواضيع اللي بتستفزك استاذ محمد بالنسبه للمطربين؟ بالنسبه للاخبار الفنيه، للمطربين، للنجوم، شو الاشياء اللي بتستفزك؟ ان الاشاعات اللي هم بيطلعوا على نفسهم. يعني الاشاعه دايما الفنان بيسعى ان هو يطلقها على نفسه لما بيلاقي ان الاضواء بدات تنحصر عنه وظهور فنانه اخرى، زي ما حاصل دلوقتي. نعم. في الساحه الفنيه. طيب، الساحه الفنيه كبيره. نعم. وفيها نجوم كتار. نعم. ولكن عندنا مفاجاه هلا، نجمه ما في حدا الا ما بيحبها، ما في حدا ما بيقول الله وقت اللي بيسمعها، وبيضحك وبيبتسم وبيحب الحياه بس يشاهدها على التلفزيون. شو رأيك أنه ننتقل لهالاتصال ولهالمفاجأة اللي هي بأولى حلقاتنا بسيدي وكليب؟ عظيم. ما رح خبرك مين، خليها تكون مفاجأة. أستاذ محمد، النجمة المفاجأة اللي قلت لك أنه المفروض أنها تكون معنا على الهواء صارت موجودة معنا على الخط، وبدنا نقول مساء الخير لأجمل نانسي عجرم. كل عام وأنت بألف خير. مساء النور، وكل عام وانتم بألف ألف خير، إن شاء الله بينعاد على الجميع يا رب. الله يخليكي. نانسي عجرم، اليوم أول حلقة من برنامج سيدي وكليب، وأول إطلالة فنية رح بتكون مع حضرتك ومع سماع صوتك. أول شيء بدنا نقول لك إن شاء الله يا رب سنة 2011 تكون خير وبركة عليك وعلى بنتك وزوجك وعلى أستاذ جيجي وعلى كل اللي بيحبوك يا رب. مرسي علينا وعلى الجميع يا رب. أكيد. نانسي تمام. يكون وجهك خير. أكيد وجهك خير، أكيد بده يكون وجهك خير دايما علينا وعلى كل اللي بيحبوك وعلى كل اللي عم بيسمعوك وعم بيشاهدوك هلا. نانسي، أنا أول شيء بدي أقول لك ألف مبروك لاحتلالك المركز الأول مبيعا بالفيرجن ميجا ستور بالخليج بشكل خاص وبالعالم العربي بشكل عام لهيدا الأسبوع. شو شعورك بهالخبرية هيدي عن ألبوم نانسي نمبر 7؟ أكيد بدي أكون مبسوطة كثير، يعني هذا خبر حلو أول سنة، وأكيد هذا كله بفضل الناس اللي بحبوني، وأنا بدي يعني
بقدر لهم محبتهم لإلي، وإن شاء الله دايما أعمالي تضل على قد المستوى اللي أنا عودتهم عليه. إن شاء الله ضل يعني كل شيء عم أقدم لهم هيك يحبوه ويعجبهم، كان من أعمال من أعمال مصورة لأعمال مسجلة يعني مثل الأغاني والسيديات. طيب كمان شو شعورك إذا قلنا لك أنه أغنية في حاجات احتلت المركز من بين المراكز الخمسة الأول لعام 2010، مع أنه ألبومك صدر بأواخر العام يعني تقريبا بشهر 9 أو أول شهر 10، شو شعورك أنه كانت كمان بالمراكز الخمسة الأولى لعام 2010؟ ما يعني ما فيني أقول لك شو شعوري كثير، لأنه يعني شعور ما في فسره، اكيد مبسوطة كثير لانه هيدا شيء يعني اخذ من وقت كثير هذا الالبوم لحتى سجلته، لحتى يعني نقيت الاغاني كثير هيك يعني عمشت بالانتباه وهيك، فمثل هيك مثل كاني انه يعني حاسه حساب لنجاح، بس اكيد دائما بقول انه يعني الله اعطاني اكثر مما بستاهل، يعني كل شيء هلا عم شوفه بالبوم 7 ما توقعت قده يعني، فالحمد لله كيف بدي اشكر ربي على هذا الشيء وكل الناس اللي حبي واللي اشتغلوا على هذا الالبوم من موزعين وشعراء وملحنين، الاشخاص اللي اشتغلت معهم اللي ساعدوني اكيد يعني هذا النجاح ما بينتسب بس لإلي لوحدي، لإلهم كمان. نانسي، أنا في معنا أستاذ محمد هجرس، ناقد فني وصحافي بجريدة الخليج الإماراتية، حابب أنه يطرح على حضرتك سؤال صغير بس قبل ما نختم الاتصال، لأنه نعرف أنه عندك التزامات وطلعتي من العشاء بس لحتى تكوني معنا على الهواء. لا ولا يهمك أكيد. الله يخليك، تفضل أستاذ محمد. أهلا بالأستاذ محمد كمان. أهلا بك يا أستاذة، ألف مبروك. شكرا الله يبارك فيك. يا رب المزيد من النجاح وكل سنه وانت طيبه. تسلم الله يخليك. بس عايز الله يخليك، عايز اسالك نانسي، انت يعني اخر ايه بالنسبه للاطفال، يعني اخر حاجه بتعمل بتفكريش فيهم الايام دي، خصوصا ان انت عملت حاجات جميله ليهم؟ قصدك ليش ما عم فكر هلا بالاطفال؟ بالعكس، انا من اول ما بلشت بحياتي الفنيه يعني قبل ما أعمل ألبوم الأطفال شخبط شخابيط كانت أخاف مقاط كأنه للأطفال، لأنه كل الأطفال حبوه قبل الكبار، وأنا ماني يعني مش ناسي الطفل أبداً. وهلأ أنا تقريباً يعني عم حط اللمسات الأخيرة على ألبوم الأطفال اللي رح ينزل. هلأ أول شيء ما كان بدي أقوله، كان بدي أدركه مفاجأة، بس يلا مش الحال. هلا في ألبوم جديد أكيد ما رح ينزل هلا قريبا، بس أنا خلصته تقريبا يعني. حلو. وبدي أشوف أيضا بدي يكون بالأسفل. يعني بنعتبر أنه بيكون هدية للمولود الجديد؟ المولود هدية للمولود الجديد أكيد. من المولود الجديد لكل الناس لكل الأطفال. أكيد إن شاء الله يا رب، الله يخلي لك بنتك، وإن شاء الله كمان دوامة من النجاح والازدهار والتقدم لنانسي عجرم، اللي أكيد من بعد غياب رجعت الفنانة نانسي عجرم بعام 2010 وبألبوم مميز بيحمل عنوان نانسي 7، وهيدا العنوان اختارته نانسي بسبب صعوبة اختيار أغنية معينة من الألبوم نفسه، عشان بتعتبر أنه كل الأغنيات فيه هي حلوة وقريبة على قلبها. والسبب الثاني والأساسي حبت تحتفل بصدور الألبوم السابع لإلها ويكون اسمه نانسي 7. صورت من الألبوم 3 أغنيات، في حاجات تتحس واللي أخرجته نادين لبكي، شيخ الشباب، وهالكليب المميز والمهضوم كتير اللي عم نشاهده على الفضائيات كلهم من إخراج ليلى كنعان، وأيضا يا كثر هالأغنية اللي أخرجتها صوفيا بطرس. يعني محطات غنائية كتيرة. بدنا نتشكرك نانسي لإلك، وبدنا نتمنى لك دوام النجاح والتوفيق، وأكيد رح ننتقل بهالوقت لحتى نشاهد في حاجات، ومن بعدها بنرجع لنكمل نحن وياكم حديثنا مع أستاذ محمد.